عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير واحسن حال. معاكم ايمان من قناة حكاوي ايمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن عن 5 قرارات اتخذها علشان يهدي الشعب المصري. قبل ما نعرف القرارات دي خلينا نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما تعودنا بالصلاة على النبي، ونضغط لايك وشير للفيديو لو بتشوفونا لأول مرة، نورونا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. شعب مصر تعب جدا وبالاخص الفتره اللي فاتت بسبب غلاء المعيشه وارتفاع اسعار البنزين وارتفاع فواتير الكهرباء وقله العماله المصريه، وان شباب كتير معاهم شهادات عاليه وقاعدين على القهاوي بسبب قله الوظايف واللي بتكون بس من خلال الوسايط، وكمان مشاكل التموين والدعم اللي معدله اتغير، والافراد اللي بقت بتتسحب من التموين فجاه. ومش كده وبس، بعد ما أصحاب المعاشات فرحت بالزيادة، الزيادات كلها فجأة اتشالت بحجة كارنيه التأمين الصحي. الشعب مش بيلحق يفرح بأي زيادة تجيله. وبعد انتشار فيديوهات كتيرة جدا على السوشيال ميديا من محمد علي وغيره، الشعب اتشجع انه يقوم بثورة ويطالب فيها بحقوقه، وينطق ويقول ان شعب مصر فقير مش لاقي ياكل وبيعاني من كل الأسباب اللي ذكرتها لكم، وبيطالب بإسقاط نظام الحكم وإقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة اللي كان فيها بره مصر وفي أمريكا، مع إن كان في فئة معينة من الناس ومنهم الفنانين كانوا بيأيدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمنهم الفنان محمد رمضان بعد ما عمل أغنية من إنتاجه عن الجيش، وخلال حديثه قال المفروض نقول عليه خاتم مصر مش رئيس مصر، وفي تلك الأحوال ظروف البلد غير مستقرة على الإطلاق والمصريين في تفكك تام، وعلشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر يعلن عن قراراته لصالح الشعب المصري وعلشان يمتص غضب المصريين، وكانوا 5 قرارات. اول قرار هو خفض سعر البنزين بداية من شهر اكتوبر المقبل. تاني قرار هو تأجيل زيادة سعر الكهرباء لعام اخر بدل من يونيو القادم. تالت قرار تقديم مشروع لاول جلسة للبرلمان بزيادة حصة الفرد في التموين من 50 ل100 جنيه. رابع قرار إعادة دراسة كل الحالات المحذوفة من بطيئة التموين. خامس وآخر قرار تنفيذ حكم العلاوات 5 لأصحاب المعاشات. وبعدها قال مصطفى بكري برلماني مقرب من نظام الحكم على حسابه في تويتر، من المؤكد إن شعبنا العظيم يواجه مشكلات عديدة وظروف اقتصادية صعبة، ومن المؤكد إن النخبة تسعى لتحقيق الإصلاح السياسي وحان الوقت لذلك. لكن في فرق كبير بين المواطن اللي بيدعو للإصلاح على أرض وطنه وبين الخونة اللي بيسببوا الفوضى وهدم الوطن على رؤوس شعبها. ودي كانت آخر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الشعب المصري اللي نطق من الفقر والجوع والبطالة، وإنه مش قادر يعيش في بلده وبيلجأ لدول الغرب وبيشتغل فيها بدل ما ينتج في بلده ويقدمها عن كل البلاد التانية. يا رب مصر ترجع زي الأول، بلد الأمن والأمان والتقدم. خلص الفيديو بتاعنا لغاية دلوقتي، منتظرين رأيكم في التعليقات والقرارات دي ممكن ترضي الشعب ولا لأ، وما تنسوش لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد.